لعبة طويلة عبر أسامة، عامل تحركات وعامل إزعاج، عامل إزعاج للدفاع الأهلي عبر أسامة. عبر أسامة العرضية، تصويبة عدت مرة، جول جوه، جول، هدف أول لفريق الطلائع الجيش عن طريق اللاعب شيكا. أحمد نبيل اتلعبت وتعلقت ضربة الراس، جول جوه، جول، هدف التعادل للنادي الأهلي. هاني عمرو يضع هدف قاتل للنادي الأهلي. فارس لربيع مرة تانية، ربيع على يمينه يحط الكرة الكريم، كريم أمامية لعبد الرحمن ممدوح، عبد الرحمن لنوفل، نوفل عايز يقطع لما يحطها مرة تانية، وادي على طول العرضية كريم لعبد، عمرو جوه المنطقة، ميدو هيجيب جول، ميدو هيجيب جول شكلها واضحة تمام، هايل حاططها بشماله، والله حلوة. هدف أول للنادي الأهلي بعد 37 دقيقة، ميدو نبيل بيسجل أول أهداف المباراة. إنما عجبني قوي الكفاح اللاعبين مع بداية الشوط الثاني، بدأوا من خلال المحاضرة اللي بتتقال سواء قبل المباراة أو بين الشوطين يتعاقبوا. جول، كورة مفاجأة، كورة مباختة ياخدها اللاعب محمد منصور مرة تانية لمحمد سامح، إنما ضاغط محمد ربيع، ربيع قطع الكرة منه، ربيع بيدور يلعب في مين، ميدو جاله من الشمال، ميدو عدل نفسه، ميدو عدل وبيدور يلعب لمين، ميدو يلعب كورته لكريم، كريم والتسديدة، الله، لا والله ملعوبة شكلها جميل يا ولد، هدف كده زي اللي بنشوفه في الفرق العالمية، والله هدف كل الفرقة رايحة لعادل مصطفى، إنما الله عليك يا كريم يا عثمان. هنشوف أحمد حمدي وركلة الجزاء، أحمد حمدي جول جوه، جول، هدف أول للنادي الأهلي عن طريق صاحب القميص 34 الكاريزما بتاعت النادي الأهلي أحمد حمدي، يضع هدف أول للنادي الأهلي. مصطفى يرجع مرة تانية لعمار حمدي، عمار التمريرة مع ياسر ريان، هنا الدكتور علاء متولي بيقول لي كابتن عادل عبد الرحمن ايضا لاعب النادي الاهلي ونجم النادي الاهلي، لعب في نادي الاتحاد، اضغط مره تانية زي ما قلنا تلاقي لعيبه ونجوم كتير ارتدت قميص الفريقين، اتلعبت من كريم، جول الا جول يا دور، والسلطان احمد ياسر ريان، ارجع يا مخرج اللقاء هات لي الروايه والحكايه، رايح لمين؟ رايح للكابتن تامر حفني ورايح للكابتن احمد ناجي، ياسر ريان هات صاحب الروايه والحكايه، هات الكروس العرضي والكره العرضيه الجميله من اللاعب كريم يحيى، يا ولد يا كريم على الكره العرضيه، والتحرك النموذج، مين بيقطع مين بيعمل مان، كلها امور تدريبيه وجمل بيتم تحفظها من خلال الجهاز الفني، وادي التصويبه يا ولد جول هدف اول لنادي الاتحاد، يا سلام صاحب الهدف، ادي الهدف، اللاعب صاحب القميص رقم 13 محمد عادل، هنشوف ريان حائط بشري وريان، جول جوه، جول احمد ياسر ريان، ما اروعك ما ابدعك، والله اغني لك واقول لك ما امتعك، يا سلام يا ريان، هدف رائع، فين يا ريان؟ قال جول يا دور يتحدث، قلت لحضراتكم واخد القرار. اكيد كل الاهداف حلوه، لكن النهارده اخترنا لكم احلى ثلاث اهداف، حتى الثلاث اهداف اللي اخترناهم النهارده حلوين جدا، يعني هنشوفهم دلوقتي مع حضراتكم. هنشوف الهدف الاول كان في مباراه الاهلي والجيش مواليد 2003 للاعب كريم عثمان. كريم عثمان استلم الكرة في مساحة بعيدة عن المرمى، لكن واخد قرار التسديد، حط الكرة وتسديدة قوية جدا، يعني هدف من الأهداف الحلوة جدا اللي بنشوفها يعني في الدوريات الأوروبية،
حارس المرمى واقف في نفس المكان، لكن التسديده قويه راح في مكان صعب جدا. من الاهداف الحلوه طبعا كريم عثمان في مباراه 2003. الهدف الثاني كان لاحمد ياسر ريان مباراه الاهلي والاتحاد، شهدت فوز الاهلي 3-1 برضه نفس التسديده. مهاره التسديد من المهارات المهمه جدا دلوقتي اللي يعني من الحلول اللي بتحل اي مباراه، مهاره التسديد، ودي كانت من ركله حره لاحمد ياسر ريان، وده كان الهدف الثاني ليه في المباراه. اتمنى ان شاء الله احمد ياسر ريان ياخد ثقه اكبر ان شاء الله عشان الفريق الاول. هدف طبعا هدف حلو، يعني هدف لا يصد ولا يرد زي ما بقول. احمد نبيل الهدف الثالث كان مواليد 2001، ضربه الراس جول، كان للاعب هاني عمرو، كان في مباراه 2001 وده كان هدف التعادل، يعني قيمه الهدف كان في اللحظات الاخيره وهدف التعادل لمواليد 2001. هنروح دلوقتي مع حضراتكم هنشوف منتخب الاسبوع خلال الاسبوع اللي فات، اللعيبه اللي تالقت داخل القطاع من خلال المباريات. هنشوف دلوقتي مع حضراتكم، هنستعرض على الشاشه تشكيله الاسبوع. تشكيل الاسبوع افضل اللعيبه عندنا في حراسه المرمى مصطفى شوبير مواليد 2000، ومصطفى شوبير بيصعد مع 97 وتم تصعيده للفريق الاول الفتره الاخيره وانضم للمنتخب الاولمبي. عندنا باك رايت كريم يحيى، كريم يحيى من اللعيبه المميزه، وانتظروا الاسم ده، كريم يحيى مواليد 98، صنع 3 اهداف وصنع صنع 3 اهداف وسجل 4 اهداف. عندنا باك ليفت احمد حاتم مواليد 98، صعد برضه مع الفريق الاول خلال الفتره الاخيره. اثنين مساكين، محمد عبد المنعم مواليد 99، تم تصعيده برضه خلال الفتره اللي فاتت للفريق الاول. محمد عبد المنعم من اللعيبه المميزه ان شاء الله لو تم الاستعانه بيها في مركز المساك، انا بقول لكم يعني من اللعيبه اللي تجيد وتجيد مع الفريق الاول كمان. هاني عمرو مواليد 2001، صاحب هدف التعادل في الوقت القاتل في مباراه الجيش الاخيره. خط الوسط عندنا صلاح اوتاكا مواليد 97، كان غاب فتره للاصابه لكن رجع دلوقتي الحمد لله، يعني وبواصل التالق بتاعه. محمد ربيع خط وسط مدافع مواليد 2003، وده منضم من الاختبارات في الموسم الحالي واصبح من العناصر الاساسيه للفريق. صالح نصر، عندنا صالح نصر بيلعب تحت المهاجم ناحيه الشمال مواليد 99، وهو هداف البطوله برصيد 16 هدف. عمار حمدي الوافد الجديد من النصر، واتمنى برضه عمار حمدي من اللعيبه الممتازه اللعيبه الجيده ان شاء الله اللي هيكون اضافه كبيره للنادي الاهلي، اتمنى ياخد برضه فرصه مع الفريق الاول وهو بيشارك مع 97 وبيشارك مع 99. يوسف نوفل مواليد 2003، جناح هجومي من العناصر الاساسيه في 2003 وتالق في مباراه الجيش الاخيره. احمد ياسر ريان، يعني احمد ياسر ريان بينزل يلعب مع 97 عشان يجهز، اتمنى ان شاء الله ان احمد ياسر ريان ياخد فرصه مع النادي الاهلي، فرصه كبيره، واتمنى ان شاء الله ان الفرصه كمان يكون معها اهداف،